حاجات كتير ممكن يفكر فيها الطالب وهو رايح الجامعة، زي مثلا يا ترى الدكتور هيدينا ايه النهاردة، او البحث اللي كان لازم نعمله، او حتى هناكل ايه بعد المحاضرة. بس اهم حاجة انه هو رايح يكون حاسس ان الجامعة مكان امن ليه. يا ترى طلاب جامعة القاهرة حاسين بالامان؟ اكيد لا طبعا، وسط اللي احنا بنعيشه ده اكيد طبعا مش حاسس بالامان خالص. حاسس بالامان ومش حاسس باي؟ لا طبعا، هو بعد الاحساس اللي بتحصل والتفكيرات والمظاهرات اللي بتحصل اكيد احساس الواحد بالامان في الكليه بيقل طبعا. اكيد لا، الحمد لله حاسس بالامان، يعني طبعا في قلق عن الاول بس يعني. طب ايه هي الاسباب اللي مخلياهم مش حاسين ان الجامعه مكان امن؟ القنابل اللي بتنفجر وضرب النار والطلاب والشرطه اللي بتعملوا مع الطلاب والطلاب اللي بيعملوا مع الشرطه، لان انت تسمع رصاص حي بيتضرب جوه الجامعه، ان انت تشوف غاز، ان انت تسمع ان في انفجار حصل جوه جامعتك، اكيد مستحيل. فبتيجي الجامعه كانها ساحه حرب، مش بتطمن اذا كنت هترجع او مش هترجع. يعني احنا بطبع كليه علام ما فيش قلق، يعني احنا خماس بنحس بالقلق، بس عامه بيبقى في شويه قلق. يعني في طبعا مظاهرات على طول، ضرب سواء في غازات بتترمي بتتضرب او في ضرب بالنار. والاهل ايه موقفهم من كل ده؟ يعني هيخافوا على اولادهم اكتر ولا هيشجعوهم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي؟ اكيد بقى اكتر، وكل ما يحصل مثلا قلق او حاجه يقولون في محاضره وفي بروجكتس بتاعي لا ما تنزلوش. يعني هو اهلي يعني اكيد لا، بس هم خافوا شويه يعني زياده، بس مش قوي يعني، مش بالدرجه يعني. كلام كتير جدا اهلي كلهم تمام، مامتي قالت لي لا اجلي الترم مش مهم. لا مش كتير يعني، مش قوي. واكيد طبعا يعني هو كل شويه زم يعني مش عايزيني اساسا انزل الكليه، وطبعا ما ينفعش المكان الكليه مكان جاي نتعلم فيه امتحانات وكده. احداث كتيره شهدتها جامعه القاهره في الفتره الاخيره، بس كان ايه اكترها تاثيرا على الطلاب؟ هو الحدث بتاع يوم الاربعاء لما كان في ثلاث قنابل هم، انك تسمع صوت الرصاص الحي وانت في المحاضره. المظاهره اللي حصلت قدام دار علوم وكان في خناقه كبيره. اول يوم كان التفجير ده كان اكبر يوم ما احس فيه الكليه بتهز. طب تفتكروا ايه الاجراءات اللي ممكن تتاخد عشان تحسوا ان الكليه مكان امن ليكم؟ الاجراءات الاقي يبقى المفروض امن مكثف في الجامعه اول حاجه. الحاجه الثانيه المفروض قبل التفتيش، انا عايز اعرف يعني بيفتشوا تمسك الشنطه تعمل كده. مظاهره قبل ما تتجمع اصلا المفروض ان انا ابدا ان انا اسيطر عليها، انا مش هقبض عليهم ومش هخليهم ما يعملوش مظاهرات، اخلي يبقى في مظاهرات بس باقي الطلبه عايزين حاسين بامان. الشرطه تفضل بره اسوار الجامعه. ممكن نعمل بوابات الكترونيه عند الابواب بدل برضو من دخول الشرطه، لان مش شايف ان ده هيحل الازمه، هينقل الاشتباكات من بره لجوه مش اكتر. مثلا اجهزه تفتش كويس الناس وهي داخله كده، يكون في امن زياده. يعني يطبق قانون على الجميع، الامن يستعمل ادواته صح والطلاب يفهموا حقوقهم صح. رحاب اسماعيل، انسايدر، جامعه القاهره.